عبودة. ما تسمعيني يا بت، كله اللي قالي ده كل أماني في الدنيا. وأنا رحت فين؟ أنت هتيجي أغلى من أخويا؟ أوه يا بت، انسى حوار أخوك ده بقى. عمري أنا مش هرتاح غير لما أجيبه وأدفعه تمن اللي عمله فيا أنا وأمي. يبقى بتضيع عمرك على الفاضي. أنت اللي بتقول كده بعد كل اللي حكيتهولك؟ أه، عشان عايزك تبصي لنفسك بقى وتفكري في حالك. يا عمنا أنا مرتاحة كده. بس أنا مش مرتاحة بنت الناس. وأنت مال أهلك؟ ما تحترمي نفسك يا بت، يعني أنت مش فاهمة؟ لا، فهات النهاية بقى عشان ننجز. ماشي، نجيب النهاية. بس هباطي بقى كده شوية عشان إحنا مش في خناقة. من الآخر كده، أنا رايدك عطية وعايز أتجوزك. إيه؟ البعيدة ما بتحسش؟ مفيش؟ ما تتوزن يا عبودة ولم نفسك. يا دي النيلة، أقول لها عايز أتجوزك تقول لي مش عارف إيه؟ يا بت، طلعي الأنثى اللي جواكي. ماتت ودفنتها. بس أنا شايفها مش عارف أشوف غيرها، حاجة كده لا تتوصف ولا حصلت ولا هتحصل في صنف الحريم تما. يا بت أنا بحبك يا بت، تحسي بيا. أنا حاسة بس مش عارفة يعني المفروض أقول إيه. تقولي آه، وأنا هوريكي اللي عمرك ما شفتيه، وهنسيكي كل السواد اللي شفتيه في حياتك. مش عارفة. مش عارفة إيه؟ يا بنت هيبقى لينا بيت وباب مقفول علينا. ده أنا زي ما أكون شايف الحدوتة كلها. أنا راجع من الشغل وأنت قاعدة كده ملعلطة لابسة الحتة الزفرة ونقوم بقى. ولا لم نفسك. هو إيه اللي لم نفسك؟ إيه السحنة دي؟ ما تقفليش أمي بقى. أنت اللي صواميل دماغك فوتت وعايزة ربط. وأنا بقول لك حاجة شمال، ده أنت هتبقى مراتي. أدي النيلة. أنا لبست ولا إيه يا جدعان؟ لا والله آه. سيبنا دورها. سيبنا دورها؟ الذمة دي واحدة بتتكلم في جوازة ولا جنازة؟ ماشي، هسيبك تدوري يا أختي. بس وأنت بتدوريها مش عايزك تطلعي الطلعة دي. لا يا عبودة. الله يخرب بيتك يا شيخة.